بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صفحة 13 ترسيسي ويجاب عن الرأي الخامس. أنا ذا نجاوب رأي كامل، هذا الرأي كامل جم كشون جواب ذاته من رأي أولي خلقه الذي يرى أن العدد السبعة سبعة لا مفهوم له كفيوا أبو كحوت ظلم نظام يعني شيء أرجع لنه بأن الأحاديث تدل بنصها على حقيقة العدد والحصار كحديث كان أدب نفسي إخوان ثلاثة كانت في الحقيقة في عددك وإيك من حصل لحول هذا شعفرمي أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة حرف يوانيك دانا دانا زيادة تحو نويك أقضي حسيت حوت معنى عددي لا ذهنانا وإن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف الرجال ومنامية ونالك فران بحسر حتى بخير المواء كواحد دماغها في شفت فرددت عليه أن هين على أمتي أعطاني كولة الأمة فأرسل إلي أن أقرأ على سبعة أحرف فهذا يدل على حقيقة العدد معين المحصول في سبعة ثلاثة سلويكا تسخن الحوتين ويجاب عن الرأي السادس الذي يرى أن المراد من أحرف السبعة أن قراءة السبعة الذي كنا نقول أحرف قراءة أيام أعجب لأن القرآن غير قراءة القرآن يعني غير قراءة يعني القرآن وقراءة فرقة دوشتا يغمر معظم لا فرم قراءة حزانة غير قراءة الحزن فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز وبيان وإعجاز والقراءة هي اختلاف في كيفية النطق بألفاظ الوحي اختلاف الأكشفانية في نطق القرآن من تخفيف أو تثقيل أو مد أو نحو ذلك تشديد بدي مد بدي آوان قال أبو شامة ظن قوم أن القراءة السبعة الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث بعض في أنواعها قراءتنا كحوداني وآلان هيا أو أي حديثك يا وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة خلاف إجماع أهل العلم بس يكره وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل وأني نظان وعظان ألا نزول مشهولك أو حود قراءة أو حود دانية أما من حالك وجن وقال الطبري وأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف أو جر وجره ونصبه وتسليل حرف وتحليكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة فمن معنى قول النبي تبارك الله تعالى أوي كذيبين الاختلاف في قراءة تبين حرف يقرأ أيه يا نصر يا نصر يا ساكن يا حركات يا حرف يقرأ في ذاك ولا يجي كذا مشاكل الصورة كي يقوي وياها أما معنى قولي في غمرة صلى الله عليه وسلم كافرين أريد أن أقرأ القرآن على سبعة بمعزل لأنه معلوم أن لا أنه لا حرف من حروف القرآن أما فيقول لي بمعزل يعني عزل كراوة يعني لا شوى يعني أو شوانية لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن من اختلفت اقتراضي بهذا المعنى يوجب المراد به كسر مماري به في قوله أحد من علماء الله موانية بمعزل يعني دور خساوية عن قولي الطبري لبر خاطري أوليك معلومة كحرفك لو حرفاني القرآن لويك أبيني قراءتي كلا اختلاف بيداكا بو معنايك يعني بو بيني بو معناي لدينا وكحديثك بحثك كا منزول في كفنر أو كصيلة سري أرواه مماريك أو مراءك أو جدلك على سري توشي كفر بي هيد يقل علماء أمد أوين أكتبه يعني هيد يقل علماء أمد لا يكتبه كا أو كتب لي أو قراءة بلستا لجرب نسبدا أو يك غلطا ضينا وقصي كفر لا بوكو وقد أوجب عليه الصلاة والسلام بالمراء فيه الكفر من الوجه الذي تنازع فيه وتنازعون إليه وتظاهر عنه بذلك الرواية وفي أمبر صلى الله عليه وسلم واجبي كردوا بمثلا بويك كسك زين الجدل لما وردي أبكى وضو حرف وانية كفر بس شيويك بو شيويك متنازع كان جن تنازع إتياكا يا ويك جن تظاهر إتياكا مثلا جن بالخلاف إشتك راه وسلم يعني كباريج بخيها لوي توضيع دعوة كذا ليه أو أبيني حرفك يا بإسلام تظهر نفسك يا أوان إخلاف لقراءة فيداك أوانية شنك أو إتيا غمر صلى الله عليه وسلم فرمي حرفك حرف لحرفك عن القرآن كسي لما ورد يبلي وانية أو مراء لقرآن لا يوجد أنت يرد كرنوي وكفراء هيت كسي نيكتوا رد كرنوي در نفسها لقراءة يا كفراء بوكو لقراءة كتكتزيا وقراءة يا بعض اكتزيان وقراءة وهيت كسي نيكتوا بلا ما حرفش لهيك يعني تبريش أنا قبل ركبت ولعل الذي أوقعهم في هذا الخطأ الاتفاق على عدد السبعة
فلو شيك بعيد وكثانة كلنا أو خطأ أو ويك العدد كذا يأكل هم حط كان لحديث كان حوزن هم قراءة كحوزن فالتبس عليهم الأمر أمر كل سريان الشواو قال ابن عمار لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له الله يا مسبع هذه السبعة أو كثيك أعب حتى يكذب بحوز كارك يكذبك شايفنا بوينا وبكذا وأشكل الأمر على العامة أمركين مثل عامة مشكلة كذبه في إبهامه كل من قل نظره أن هذه القراءة هي المذكورة في الخبر ويك مبهم كذبه ويك كذبه كاركة النظرك كما يعني ويك فكري كما شاك تشتان نتين أفكري قواهيك أو قراءتان هما مشتايك الذكر كلا ولا نيو خبرك ذلك نحن شكرا وليته إذ اختصر نقص على السبعة أو زاده خذ قاعدة يو كابريكا توحو دان قراءة دانوا يا كم تقول لحولي اللي يصير بكردا يزيل الشبهة تشبه حقيلا هو مثلا ده قراءاتك مشهورة شعر ده قراءاتك مشهورة طبعا حول قراءاتك زيادة مشهورة وايه بإيهامي يعني واب خاتني وهم يعني واب خاتني وفكره وبهذه المناقشة يتبين لنا أن الرأي الأول الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة السبع لغات أما مناقشة ككرمان وشنبت وكالرأي أول كيكوز مراد حول حرفك حول لغة من لغات العربية في المعنى الواحد هو الذي يتفق مع ظاهر النصوص أو كلام ظاهر النصوص وتساعده الأدلة الصحيحة أدلة صحيحة إيش مساعده عن أبي بن كعب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقطع القرآن على حرف واحد فقلت رب خفف عن أمتي فأمرني قال اقرأه على حرفين فقلت رب خفف عن أمتي فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة كلها شاف كامل مش قادم كامل قال الطبري والسبعة الأخرى هو ما قلنا فيه أنه الألسنة السبعة والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها الله أو حوداني ديكا أو يك كتمان لحوز زبانك وحودان الدرجات إيش كله بهشتاهن أو معناه كتير يعني أو سبعة حرف جدًا كبحث مانك ككتمان حول لغتك يا حول لسانك يا أو حول درجات بهشت إيش كفرنيت أو حول حرف بو أو حول درجات بهشتاه بو حول درجات بهشت أم جار جمان زوري أو أم نهي وترغيبه عن عمش ها ثمانية أبواب إذا والله حول درجات مزيونية كمحدودة كده حتى هشتكش بعد تعمل محدودة هشتجني يا من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصة والمثل التي إذا عمل بها العامل أو درجانك أجكسك عمليا في الجا وانتهى إلى حدودها المنتهى أو كسيشك أيمد تصب يشتوى ولا حتى كان يتصب يشتوى يعني لنهي كان ذا استوجب به الجنة جنته واجب وليس والحمد لله في قول من قال ذلك من المتقدم خلاف لشيء من أقدام الحمد لله في قصير لما فقدني مثلا هي كان خلافي وشتبك يا مسلمان يعني تبري لك يعني هم يهر أول سلطة ونكا أو حودانا حودانا زبانيا حودانا لغتيا يا أبا حود تلقي بهشتا أم زالة رعين بلين أو حودانا تلقي كاين بهش يعني ويكا أو شتان رعيات تلقي ويكسيب بهش نعم حود لغت ما فيش وريش وحزيب أو ومعنى كلها شافين واكين ويكذا الشافين واكين كما قال جل ثناؤه في صفة القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين جعله الله للمؤمنين الشفاء والشفاء فلا يداوى يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم لمصائب الشيطان وخطراته يعني شفاء ولك للتواصل موعظة كان القرآن لو داء نقوش يعني كعارضة بالوسيلة كان لو سوس كان الشيطان ولقبه كان الشيطان مسقدا فيكفيهم ويغنيهم كفايات يعني بنياد يعني عن كل ما عداه من المواعد ببيان عياته لغي هل أو لهل معده ببيان عياتك جنياد يعني حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف تتخلص حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف يومك ولا ثابت على ماذا تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين أو إيك خلاعة حزبك إلا تشعر بالأمي آسان لكل قبيل منهم لسان أبقى بليل ذلك ولا عهد لهم بحفظ الشرائع يشتري جوانا بك الشريعة كان حفظك فضلا عن أن يكون ذلك مما ألف ألفوه جاسب قابوه كبغين ألفتيا بك حرنا أن يستوي الشريعة تيان لا نبو
بنو لغت عنا بنو أمتي عربي حجاز ده هم يؤمنوا بيصوت هنا يهودي ولا مسيحي شريعتك يعني وانا بشريعتك هتبت النبي يعني يهودي ولا مسيحي يعني أمتي هي أمي بو ديني أنا بو وهذه الحكمة نفصل عليها الأحاديث العبارة أهم حكمة كإجلين هو نفس اللي سبقنا ولا أحاديث العبارة يعني كحكمتك هي كخلمك بيصوت بمعادت يعني أصلا هيش حد شرايع وانا نبو الآن يكتب يك حرب وهذا ثاني المشكلة عن أبي قال لقي رسول الله جبريل عند أحجار المراء قال لا لا يبرد كان المراء ومراء ليش فني اشتري كله قال دقائق لقضاء أخبار المسير قال لبيع أبا جبريل جاي في غنبر صلى الله عليه وسلم فقال إني وعدت إلى أمة الأميين في غنبر في كل جبريل من أدلاء بلاي أمتك في الصلاة منهم الغلام والخادم والشيخ العاصم والعجوز بعد بعض الشيء من دار بعض خادما بعض كان بيسا الشيخ كعاس عاس قلت يعني زور زور كبير بو بيس فلدار بو بيس ضعيف بو بيس وبيريجن عجز فقال جبريل كثير فليقرأوا القرآن على سبعة جهة فقال يا بابا حول حرب بخير نوم إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرب فقلت اللهم ربي خفف عن أمتي هل حديثك بيش يا حديثك إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرب قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك هل حديثك بيش هذا يحكي إعداد القرآن لفضل الفطرة اللغوية عند العرب هو كقرآن إعداد يعني معجزة بفطرة اللغوية لا يعرف يعني بو يعني ويك دو القرآن كبيان بلا هو بفطرة اللغوية خوش تانورا وكا القرآن بيهنه شون كا هم يعني مجبور ناكا كهو زي سورة باللغة القرآن بيهنه وراها بلغتك خوش بيهنه أقل أتوان ولي بلغتك خوش يهنه فتعدد مناح تاليف الصوتي ناحية كاني والفتقلتني الصوتي في القرآن زوره تعددا يكافئ الفروع اللسانية تعدده كمكافأة بلابريب لقلب فرع كاني الثاني يعني أولا يعني كان عربا بو فحجاب التي عليها فطرة اللغة العرب أو كفطرة لغة عرب نستريب حتى يستطيع كل عربي أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطري تاهل عربي الثاني حرف كانه كلمة كاني بل احنا في تركي خوي بخير ولهجة قومي مع بقاء الإعجاز الذي تحدى به الرسول العرب لقال اوش باوزو لي اوش او إعجازي بس الجوي خوي بمين او إعجازي كبير رمضان صلى الله عليه وسلم كان عربو تحدى عربي لي باوزو لي اولا سجوي خوي معه ومع اليأس من معارضته لا يكون إعجازا للمثال دون عصر اقل خلال بوان ما يوز بوان لمعارضة كدني دي إعجاز نبو وزبانك ببيتو بوان دي كبير يعني دي جاء وايكر أبو كارا هي زبانة بنلاش بيخو من أو زبانة نمتاب تونا بيان مودنا أو زبانة قوام دم هنا نعم أرى أبو يخوش بيانا وحرف كان دقريتو ما بسواني مفهو بياني وإنما يكون إعجازا لفترة اللغوية نشيعة عند العرب الله إعجاز يقوبو فترة اللغوية وخذ فترة اللغوية لا يعرف شو كحمو فحمو واركاني لغة همو طرفكاني لغتي قرتكوا شو بحمو حرف كان ناظر كبح محرف كان ناظر قصبة كل لغة عربي تدار يعني هميا أجا واقعا يعني يستيب لغة أتواني أتواني بيها ظلام نين أتواني وكو قرآن بيها وإعجازه مهميا إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه نمس من حكمة فإن تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف والكلمات يتهيأ معه استنباط الأحكام التي تجعل القرآن ملائما لكل عصر أو كأبيني صورة لبدي كان لبعض الأحرف كلماتك تقلب فيداك وبورفريا ولا كلماتك أنا أو استنباط أحكام أفانك أو أماديك أو أحكامك القرآن وقرار ذاك ملائم ببخينة ولا قلها محسبة ولهذا احتج الفقهاء في الاستنباط والاجتهاد بقراءات الأحرف السبع وهي فقهاء الاستنباط السابع احتياجا بقراءات حول حرفك هيا والله ما لان فقدوا حول قراءة من هيا حول حرفك من القراءات والقراء القراءات كي يستطيع تشكيل حمو أو كان نعم هل يجعل حمو حول قراءات كي كالان هيا هل يحب أو حسب حيو خيني يجين السر تابع هنا الصحابة كان خيني يجين السر تابع كم القراءات جمع قراءة مصدر قراءة في اللغة ولكنها في الاصطلاح العلمي ومعنيتها مذهب من مذاهب النطق به في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره
لإصلاح علمي قراءة يعني شيء مذهبك إلى مذهبه مذاهب نص القرآن كإمامك لإمام كان قارية كان عتوة مذهبك يا ويا مخالف غير خوشتي وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله والسند وليشوة لا يتغمبر صلى الله عليه وسلم كان ويرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابة زماني قارية كان كخلقيا نسل طريقه والشفان دانا ولا تلاوتها قالت وصف الصحابة فقد اشتهر بالإقرائي منهم أويك بقاري مشهور جتين دامان أبي وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن موسى الأشعري وغيرهم وعنهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين أثناء الصلاة هل لو أنه زوري من الصحابة والتابعين شكاوا القراءة وكلهم يسندوا إلى رسول الله هل كان يسند ذات أبو ليس رمبر صلى الله عليه وقد ذكر الذهبي في طبقات القراء أويك تولوا كتبيلا أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة سبعة عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري قال وقد قرأ على أبي جماعة من الصحابة يعني شن يكيد الصحابة لكي أبي خندي عنه منهم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن سعيد وأخذ ابن عباس عن زيد أيضا لزيد شوال بفهم وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق الكثير من التابعين خلق كذول التابعين على الصحابة والجبر في كل نسل من هذا كان منهم بالمدينة ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء ابن يسار ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ وعبد الرحمن بن هرمز العرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن اسلم وكان منهم بمكة عبيد بن عمير وعطاء بن ابي رضا وطاووس ومجاهد وعكرمه وابن ابي ملكة اما نتوالى بذل الى قراءة مشهورة هل لخذ تفسير القران شان نظر يعني مشاهد بن كثير وانا كي دائما حين كان يندين سواء فانظر عطاء عوض على طاووس عوض على مجاهد عوض على عكرمه عوض على اني اوانا نظر كان عندنا بخصوص تفسير كان يدرس وكان منهم بالكوفة كوفشة القذار والأسود ومسروق وعبيدة وعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس وعمر بن ميمون وأبو عبد الرحمن السنهني وسعيد بن جبير والنخعي وكان منهم بالبصرة أبو عامية وأبو رجاء ونخل بن عاصم ويحيى بن جعنير والحسن بن سليم وقتادة وكان منهم الشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان وخليفة بن سعد صاحب الدين وفي عهد التابعين على رأس المئة الأولى تجرد قوم لا عهد تابعين على سلي صار إصطاد زمان ما لم يعزم شمنا ودنا تعطب لك خليفة قوم يتوفى يعني بلا كذا وتجرد واعتنوا بضبط قراءة عناية تامة توفى وتوجيه عن كذا قراءة بذكر حين دعت الحادث إلى ذلك أوصيك إحيادي داخل يوم وجعلوها علما كما فعلوا بعلوم الشريعة الأخرى صنع بقراءة عن كذا علم هل وقبع المكانك وكلامك وصاروا أئمة يقتدى بهم وينحل إليهم قل بإمام هايك لكراد كخطيئة ذلك في الكاتب كشك ولا وشعر منهم ومن الطبقة التي تلتهم الأئمة السبع فلا لوان ولو تبقي دوايوان حول إمامك مشهور من أمجال الذين تنسب إليهم القراءة إلى اليوم وانك الآن قراءة كان بني تاورش حول قراءة نسبة دريب الأئوان فكان منهم بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع ثم نافع بن عبد الرحمن وكان منهم بمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج وكان منهم بالكوفة عاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش وثم حمزة ثم كسائي وكان منهم بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو بن علاء وعاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي وكان منهم الشام عبد الله بن عامر وإسماعيل بن عبد الله المعادل ثم يحيى بن حارث ثم شريح بن يزيد الحضرمي والأئمة السبعة الذين اشتهروا من هؤلاء في الآفاق ويك أحوذان ولحتحبوا جقائق مشهورون أم حوذبوا هم أبو عمرو ونافع وعاصم ويك ألان هماني مشي كاملا عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وابن كثير والقراءة غير الأحرف السبعة غير أو حوذانا قراءة كشف على رأي على أصح الآراء وإن أوهم توافق العدد والوحدة بينهما أجلس التوافق في عددي وأعجانيك أو حوثيك لقام حوثيك فلا موانع لأن القراءة مذهب أئمة وهي باقية الإجماع يقرأ بها الناس قراءة مذهب إمام هايك وباقية بإجماع خلقية سنة بحمية القراءة ومن شأها اختلاف في اللهجات من شاء كشي اختلاف اللهجات وكيفية النطق وطرق الأداء من التفخيم وكيفية نصة والشونية أداء كذا بتفخيم يعني بغليس خنوة وتلقيق بلاقيش عندنا وصام ريبيني بتفقيق بتفقيم خين طالي الري بتفقيق خين طالي الري وإمالة يعني ويكا كيشانوا وإدغام وإظهار وإشباع يعني هاد كيشانوا ومد وقصر وتشديد وتخفيف إلى الآخر وجميعها في حرف واحد هو حرف فرش
أو يا ليك ده حرفا حرفي قرية أي نشوة تسرد زي جواني ككان لولا رأسك. أما الأحرف السبعة فهي بخلاف ذلك على نحو ما سبق لك. أحرف سبعة خيلي أوي وابع ألم بحسي في غير قراءة السبعة يشتب بحث ما تبدأ النشوة أم حوض قراءة أو حوض قراءة دي كيشو أو حوض حرفا كان لبداها فرق يعني أم حوض قراءة هم ويجدان حرفا لو حوضا أبي حين قريش ششكيكا أنما وقد انتهى الأمر بها إلى ما كانت عليه العربة الأخيرة حين استطاعت الفتوحات. أمر كان قيام بأوج قيام كان أو حالتي آخر وإلى هذا الوقت. كتير هذا زمان من عثمان تواو وقت فتوحات وسيع بوا.